ويعينهم ويبيض وجيههم ربعكم واخوانكم قبيلة الحمل اللي تشوفون حاضرنا في مسجد غايبنا جاتهم الدعوة وجاوا الربع قدموني للكلام والكلام خدمة ولا نهض لك مني بالفعل ومثل ما قال مثل سيف حد مسلوب يا اخي الدعوة وجينا مهنيين ومشاركين ومباركين ونفع ونفهم من الله سبحانه وتعالى ان حصل وفاء معنا مبلغ من المال طيبون لنا ذوق ضيفانكم ولا ما يبلي بيننا وبينكم يا بني عمنا احنا كل منا الثاني في ديوان دارة ان حصل وفاء يا بني عمنا في المده وفي الصف وفي المرور تستاهلون وان حصل قصور فاعذرونا مثلكم يعذر هذا اللي جاي يتابعكم ويحوسكم. وافين وافين مرحبا ومسهرا الله يحييكم من يوم مشيت ولين جيتوا وانتم بني عمنا قريب قبلنا محزمنا المال ما هو باللي بيننا وبينكم كل منا مكمل للثاني والحفل حفلكم أنتوا الداعين وأنتوا الضيفة وأنتوا المقدمين وأنتوا المؤخرين ومرحبا ومسهلا. الله يهديكم الشيخ زايد احنا نضيف احنا نضيف انت الحين تضيف انا خمس دقائق ما يحتاج انا يا رب يطول عمرك. Man!
السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيكم بالخير جميع. أنتم بالخير والعافية. ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم آمين. هذا لربعكم المشاعلة. ألف طيح وخلطهم من الحسن بن علي. ونعم. جايينكم مسلمين ومعاونين والمعونة من الله. سبحانه. وسلامتكم جميع. مرحبا ومسهلا. الله يحييكم من يوم مشيت ولين جيتم. لكن ما بالنسبة لباب المعاونة الصاكينة. والله العظيم ما يدخل علينا ريال والله ووصلت وبلغت محلها ومرحبا بكم يا جحاد يا ابو هادي يا ابو هادي صل على النبي ولا اله الا الله لا اله الا الله اجعل بجره رجال ثورة صلح حم القاصرين يا وجه جحاد والله تكرم يا وجه جحاد في الموقف وانتم اللي جايين ما ردنا ازهم الله لكن ما خارق شبه والله ما خذنا ريال والله ولا تفتح علينا بابي يا ولد عثمان وانتم وافين يا جحاد انتم بني عمنا بالجبل اللي تلبسون وترفعون الراس وجايتكم هي المكسب ينصر حكومة الرشيدة وليأخذ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ونبيه الثاني نبث دعوة عزيزة من أخيانا الفجعة ولا كان عذر في وصولكم معنا نفعه والنافع الله سبحانه مني أنا يحلم الرأس بالزهير العبيدي وخوي عبد الله بن ثابت المنادي العبيدي بالتجين الله ثم إليكم سلامتكم وانتم يا شوقة علي بن جدكم وحامين حدكم ووافين من الوزان مرحبا ومسهل الله يحييكم ويوم مشيت ولين جيتم لكن ما بالنسبة الباب العطف مصبوب ساكين ولا تفتحون علينا باب وانتم وفيت ووافين ولا ولا وفاك بطيبكم ما وصلتونا في ذا المكان والله يحييكم وقلت طبعا ومسهل مرحبا ومسهل السلام عليكم. عليكم السلام. عساكم طيبين كلكم. طيبين يقعلك طيب. اللهم سلامتكم. سلمت. عزم الأظافر ابن محمد. خلانا ضيفانا. وفرحانين بمشاهدين اللي نجيه. وشانكم شاني يا شبوة. احنا نجيه لين ومعنا ولد عمنا محمد بن سعيد. مرحبا بكم. ومع لنا في حياتي بسيطة. وليكم تشتاق بالونا. سلامتكم. مرحبا ومسهلا. الله يحييكم. ولا خفيت وجيت ولا من طيبكم ومن قدرنا عندكم والله يحييكم ترحي بالمطر لكن ما باب العطى مسكوك الله يفتح ناولكم باب كل خير تلقى بكم عرب النفداك لا عدمتك ولا تفتح علينا باب والأمر كله يسد وجيدكم
هالدراهم وهي المعاونة وهي الجميع كله ومرحبا ومسهلا قلت والله يحييك ولا يجيك مرحبا ومسهلا مرحبا مرحبا ومسهلا مرحبا مرحبا ألف ألف الله حيه سلام يا بحر الكرم يلي كسب كلمة نعم والبيض اللي رز العلم والبيض جبنا القلوي سلام يا بحر الكرم يلي كسب كلمة نعم والبيض اللي رز العلم والبيض جبنا القلوي ابن الرجال الوافية اهل القلوب الصافية الاسماء واحدة ثافية والذيب للذيبي عوي ابوه عيد المرقينة في وقتها مستعجل فالخلد يالله تجعله تبليله البيت السوي سعد الخوي واللي يجيه ويبه وقاره يحتميه ومن الكرم تنده يديه تعيش يا سعد الخوي من لعونه للسيوف اللي تمن من كل خوف عيث الفقارة والضعوع على العذاب سنقوي الشيخ عبيد سعدهم لا جالزوا من توهم وضع الجميع همهم والكل منهم مهتوي تسمع فعل المراجل ما يضيع لقات من عد الروي صلاة ربي والسلام على النبي خير لنا معتاد ما ناح الحمام لله من حوضه نرتوي سلامي يا بحر الكرم يلي كسب كلمة نعم والبيض في رأس العالم والبيض تبنى القلوي ابن الرجال الوافية اهل القلوب الصافية الاسماء واحدة كافية والذيب للذيبي عوي ابوه سعد الخوي واللي يجيه ويبه وقاره يحتميه ومن الكرم تنده يديه تعيش يا سعد الخوي من لعونه للسيوف اللي تمن من كل خوف عيث الفقارة والضعوع على العذاب سنقوي الشيخ عبيد سعدهم لا جالزوا من توهم وضع الجميع يهمهم وكل منهم مهتوي فته باسم ربعي جميع بمناسبة حفلة تسبع فعل المراجل الاسماء واحدة كافية والذيب للذيب عوي ابوه عيد المرقينة في وقتها مستعجلة في الخلد يالله تجعله تبليله البيت السوي سعد الخوي واللي يجيه ويبه وقاره يحتميه ومن الكرم تنده يديه تعيش يا سعد الخوي من لعونه للسيوف اللي تمن من كل خوف عيث الفقارة والضعوع على العذاب سنقوي الشيخ عبيد سعد سعد الخوي من لعونه للسيوف اللي تمن من كل خوف عيث الفقارة والضعوع على العذاب سنقوي الشيخ عبيد سعدهم لا جالزوا من توهم وضع الجميع همهم والكل منهم مهتوي فته باسم ربعي جميع بمناسبة حفلة تسبع فعل المراجل ما يضيع لقات من عد الروي صلاة ربي والسلام على النبي خير لنا حطاني عند قلب لازم
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل مكروه. اللهم آمين. قدمنا مرانية استجابة لدعوتكم يا شبوة. مرحبا ومسهلا. حب فيكم. مرحبا. وكرم منكم ووفاء منا. وفي نعتز بهذا اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كما هيأ لنا هذا الاجتماع أن يهيئ لنا ولكم في الجنة منزلا وينصر دينه ويعلي كلمته وينصر ولاة أمرنا ويعز الإسلام والمسلمين. قدمنا إليكم بأكثر من 150 رجال. مرحبا ومسهلا. معنا شاعر الوديان زامل ابن الحميدي. نعم. ومعنا من المتساحلة. ومعنا من المجامعة. ومعنا من المفالحة. مرحبا ومسهلا. قدمنا بهدية رمزية ليس في حجمها ولكن في مضمونها. اصبروا شوي يا جماعة. درع من شيخ قبيلة السودة طامي ابن فيحان ابن باحص وأفراد قبيلته السودة. إلى عبد الرحمن ابن هادي التوم وأفراد قبيلة آل شبوة وسيف من الشيخ رفق للدرع فليقدم الشيخ عبد الرحمن لاستلامه. مرحبا ومسهلا. الله يحييكم. يوم مشيت ولين جيتوا سبيع العام. مرحبا
على القوم الكافرين.
اللهم امضي يقال له تطوى والتق ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنيا سقارا هلا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أفكارا. كلمة توعوية دينية يلقيها فضيلة الشيخ ظاهر بن فرحان الشوي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، إخوتي في الله، طلبوا مني الإخوان أن ألقي هذه الكلمة، ولحقيقة رحم الله من عرف قدر نفسه، لست بأهلا لها، وفي منه أفضل مني من المشائخ وطلاب العلم، ولكن جزاهم الله عني خيرا الذي أقدموني وجلسوا، وهذا إلا تواضع منهم في ذلك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يعظم أجوركم كلكم جميعا، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا. عباد الله، كم والله يا أخواني يحضر في هذه اللقاءات من ألفة ومن محبة ومن معزة ومن إخاء، ووالله يا أخواني لقد ذرفت العين دمعا حينما رأت أناسا لم تعهدهم إلا في سن الطفولة، فوجدناهم قد هم شيبان أمثالنا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرفع درجاتكم جميعا في جنات النعيم. عباد الله، لا شك أن هذا الدين يا أخواني عظيم، ويرفع الله به أقوام ويضع به أقواما آخرين، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فعزتنا وكرامتنا وشجاعتنا كلها بدين الله، كلها موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمع هذا ما أحلى إذا كان اجتمع المؤمنين على هذا المكان ثم تدارسوا كتابهم بينهم وتذاكروا فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، إلا أن صرفوا من ذلك المكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع طائفة من المؤمنين في بيت من بيوت الله يتذاكرون الله بينهم ويتدارسونهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله في ملأ خير من هذا الملأ، وكما قال الله سبحانه وتعالى: من ذكرني خاليا ذكرته خاليا، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يذكر الله ليلا نهار، وفي كل مجتمعاتنا تكون هذه حياتنا. عباد الله، بديننا تحيا القلوب، ولا شك عباد الله أن مثل هذا المجتمع يوصل على المحبة بين الجميع، وتتصل الأرحام التي كانت مقطوعة من سنين عديدة. والله ما أحلى هذا اللقاء الذي جمعنا وإخواننا وشيباننا وأعماننا وأبناء عمومتنا الذين انقطعنا منهم سنين عديدة، منكم بعشرات السنين. فهنيئا لمن رتب هذا الحفل وجمعنا فيه. أسأل الله الكريم المنان أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. أوصيكم يا أخواني بنفسي، لا أطيل في هذا المكان ولكنها وصية، فممكن الحفل ممتد ولا أدري عن ترتيب الأخوان، ولكن وصية يا أخواني، وصية أوصابها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المحبة، المحبة بيننا، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام تدخل الجنة بسلام. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فالله الله يا أخواني فيما يربط العلاقة بين الجميع، وجميع ما يوثق عرى المحبة، وبما فيها هذه الديوانية التي ذكرها الإخوان وذكروا لنا ما فيها من اجتماعات ومحبة، وأنها تسعى ليل نهار لتوليف الشباب ومعرفة الشباب وتحاب الشباب وتكافؤ الشباب، وتعرفون قوتنا هي في شبابنا
أسأل الله أن يصلح شبابنا وشاباتنا وشيبنا ونسائنا وأن يجمعنا على الهدى وعلى التقى إلى أن نلقى. طبعا يا أخواني لا أوثر بالحديث لنفسي، ولكن ندعو لإخواننا في الجبهة، أسأل الله الكريم المنان أن ينصر دينه وكتابه وسنة رسوله، وأن ينصر أخواننا المجاهدين في اليمن وفي سوريا وفي الشام وفي كل مكان. سأل الله الكريم المنان أن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه لما يحبه ويرضى، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أسأل الله الكريم المنان أن يصلح أحوالنا، وأن يذهب ما في قلوبنا من شحنة أو غير أو كيد أو حسد أو غل، أن يجعلنا بنعمة الله إخوانا. نتذكر يا أخواني أيام قبل 60 أو 50 أو 40 سنة، شبابنا باقي هم عالم من بيننا يعلموننا بهذه الأخبار كيف كانت محبتهم وكيف كان التآلف بينهم، والآن لما أغناهم الله سبحانه وتعالى وتوسعوا وتوسعت بهم الرقاع ابتعدوا كل منهم على الثاني، والحمد لله. هذه الليلة تجدد لنا عهد قديم قد نسيناه، فأسأل الله من جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، ووالدينا ووالديكم وإخواننا المسلمين أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد أصبت على أفواهنا العسل. جزاك الله خير الجزاء ونفعنا الله بما قلت. حضورنا الكريم، أما الآن كلمة ترحيبية بقبيلة سبيع خاصة والحضور عامة، يلقيها الشيخ عبد الرحمن بن هادي التوم فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبوا ثم أرحبوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ضيوفنا الكرام، شيوخ وأعيان ووجهاء ومسؤولين قبائل سبيع، وجميع ضيوفنا الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، إصالة عن نفسي ونيابة عن كافة قبائل أشوة، مشايخ وأعيان ونواب في نجد والجنوب، نرحب بكم أجمل ترحيب. ضيوفنا الكرام، أستاذنكم لأقول ما يجب علينا وعليكم قوله، ألا وهو تأييدنا الكامل لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز، وسمو سيدي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وأميرنا أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الذي وقف بنفسه على الشريط الحدودي لمنطقة عسير ليتفقد القوات المرابطة، ونحيطهم بأننا مستعدين بأنفسنا وأموالنا وأولادنا دور وطننا. إخواني ضيوفنا الكرام، الحمد لله الذي جعل منا حكاما عادلين يحكمون كتاب الله وسنة رسوله، نصرة للضعيف وسيف في وجه الظالم. ضيوفنا الكرام، نكرر الترحيب بكم فردا فردا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمقامكم الكريم. حضورنا الكريم، وأما الآن مع كلمة قبيلة السده يلقيها الشيخ الحميدي ابن طامي ابن باحص فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد الذي ألفت بين قلوب المسلمين، كما قلت سبحانك لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
فهذا فضله سبحانه وتعالى، وهذه منة الإسلام امتن الله علينا بها وتفضل وتكرم علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، لولا فضل الله ما اجتمعنا، ولولا التوحيد ما تحابينا ولا تواصلنا، ولولا الله ثم هذه القيادة الرشيدة ما حصل لنا من النعيم ما ترونه. أنا أعرف هذه المنطقة قبل 30 عاما ليس فيها لا مدرا ولا شيء إلا فيها حجرا وشجر، ثم هي ها الآن ها هي الآن ولله الحمد والمنة برجالها مدينة وامتداد إلى مدينة، ومثلها مثل بقية قرى المملكة كانت صحاري والآن مدن ولله الحمد والمنة. وكلنا نعرف كيف كانت المدرسة أولا ثم تطورت حتى صارت مثل ما ترون، ثم مساجد وعمران ومحطات، وأرجو الله أن يزيح ما في القلوب من الشحنة، ما فيه موطن إلا فيه شحنة. لكن يا أخوان، إذا علمنا الدنيا وزهرتها فلنعلم الجنة ونعيمها، ونعلم الرجال الذي عاشوا بيننا في هذا الوطن كيف رحلوا رغم أنوفهم، كل منهم له رغبة كان ورحل ولم يحققها. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم 2000 من تلك الديار التي تعلمونها محبة فيكم واستجابة لدعوتكم، ويعلم الله ليس غير ذلك. اللهم يا رب كما يسرت أن تيسر لنا دخول الجنة، زهلت سيارات نعيم، والله سبحانه وتعالى من علينا بهذه القيادة المباركة كما قال الشيخ عبد الرحمن وكما قالوا الأخوة وكما يعلم الجميع رغم أنوف الجاحدين. ها هي راية الجهاد، يا من تبي الجهاد، ها هي الراية الصحيحة، قد ركزها ولي الأمر وقد نادى بها. أين شباب الحماس؟ أين شباب المنحرفين لداعش الذين يملكون أعناقهم الفرق الضالة؟ ها هي راية الإسلام، قد نشرها ولي الأمر وقد أيدوها كبار علماء السنة. أين أنتم يا شباب المسلمين؟ الله يجعل نفس ما تهوى القتال في سبيل الله دون هذا الوطن ودون هذه العقيدة ما تروح الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم لذة النصر على الكافر المعتدي، وأن ينصر هذه الحكومة الرشيدة التي تحكم بنا كتاب الله وسنته. ثم اعلموا أننا إن شكرنا حفظ الله علينا ما نحن فيه، وإن عصينا فوالله قد هلك من الأمم من هو أقوى منا. سمعت ولم أقف على هذا أنه قبل فترة من الفترات، قبل سنين عديدة، كانت تدفع زكاة الصومال لهذه البلاد لما فيها من الفقر. فانظروا كيف حول الله الحال إلى حال بما عندنا من التوحيد وبفضل الله، ثم قيادتنا الرشيدة، ثم خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس بين الله وبين أحد النسب، إنما الفرق في التقوى. إخواني، قبائل قحطان يعجز اللسان أن يحصي مكارمكم، وقد قال الشاعر: قحطان إذا مست سبوج خيولها يهتز نجد والعراق الأسفل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم طاعته، وأن يرينا حقيقة أنفسنا، وأن يرينا حقيقة أنفسنا، وأن لا يجعلنا وإياكم من المغترين. يوم حنين واحد من مسلمة الفتح، شخص واحد قال لنا نهزم اليوم من كله، بس الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدبهم، فانهزمت الكثرة ونصروا بالقلة. لم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قلة، وبهم نصرهم الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. فإخوانكم في الجباه وفي الثغور يطلبون الدعاء، يطلبون النصرة، والله إنا لهم سند وإنا مشاركون لهم، وإذا أقرب منا ولي الأمر اللهم فاشهد فإنا حاضرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لفضيلتكم وبيض الله وجهك ونفعنا الله بما قلت وأوجزت فأصبت. نكرر الترحيب بكم حضورنا الكريم، فأرحبوا ثم رحبوا ثم رحبوا. حضورنا الكريم، الشعر ديوان العرب وسجل تاريخهم وبطولاتهم، ومن وصايا معاوية بن سفيان رضي الله عنه لعبد الرحمن بن الحكم في الشعر: افتخر بما آثر قومك، وقل من الأمثال ما توقر به نفسك وتؤدب به غيرك. أما الآن شيلة وطنية ترحيبية للشاعر مقيتة بن طابر الشبوي من أداء مسلية بن سالم وأداء ناشر آل سعد. يا الله يا الواحد اللي فوق خلقك وكيل، يا واحد الرحمة ما ينقف الباب، تحفظ لنا دولة التوحيد وانت الكفيل، يا كافل الرزق خلقك محصي حسابها. ما ينقف البابا، تحفظ لنا دولة التوحيد وانت الكفيل، يا كافل الرزق خلقك محصي حسابها. حنا جنود الملك في كل يوم وليل، وارواحنا ترخص درن شنابها. يا ابو فهد سيدي سلمان يا ابن الاصيل، الدار دارك وحنا نهدي ترابها. من بعد ذا مرحبا يسمع وعداد من حج في مكه وصلابها. ترحيبة عالية تنزل منازل سيل العودة يبتابها والغم يبتابها. بين القبايل لها صيت ومقام ثقيل، تذنى على سبيع حاضرها وغيابها. أقولها باسم شيخ الشمل راعى الجميل واسمال شطاه مشايخ ونوابها. أقولها يا أهل الثلاثة الكبار اللي تسمى بها. صلاة ربي على شفيعنا والخليل، عليه صلوا ومن صلى بيجزابها. يا الله يا الواحد اللي فوق خلقك وكل، يا واحد الرحمة ما ينقف البابها. تحفظ لنا دولة التوحيد وانت الكفيل، يا كافل الرزق خلقك محصي حسابها. عنا جنود كل يوم وليل، وارواحنا ترخص درن شنابها. يا ابو فهد سيدي سلمان يا ابن الاصيل، الدار دارك وحنا نهدي ترابها. من بعد ذا مرحبا يسمع عد المخيل وعداد من حج في مكه وصلابها. ترحيبة عالية تنزل منازل سيل العودة، تذنى على سبيع حاضرها وغيابها. أقولها باسم شيخ الشمل راعى الجميل واسمال شطاه مشايخ ونوابها. أقولها باسم ربع يمنون الدخيج حاضر في جهل مفازح الرابها. وبسبق حتى نرحب ويسبع عد المسيل، يا أهل الثلاثة الكبار اللي تسمى بها. صلاة ربي حضورنا الكريم، نرحب بالشاعر جايز بن عنز الأكلبي سيف أكلب وربعه بن عمه. مرحبا رحبوا ثم رحبوا ثم رحبوا. حضورنا الكريم، أما الآن مع قصيدة ترحيبية للشاعر عايض بن ظافر الشوي، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. وارحبوا ثم ارحبوا، ترى حبك حطان يا سبيع. ومرحبا اللهم سلم الضيوف الكرام. عد السحاب اللي تهل العوله برق حقوق والمطرها الثاني. يا مرحبا ترحيب تمدموله يبقى صداها للزمان الثاني. يا مرحبا ترحيب تمدموله يبقى صداها للزمان الثاني. ترحيبنا ما ينتهي مفعوله لانه نقص القلب والشرياني. اي والله اقوله وكل يقوله كل الشوبه رحب السلطاني. يا مسبيعي وصلنا مرسوله قلنا انت باشر كلنا من داني. يا مسبيعي وصلنا مرسوله قمنا انت باشر كلنا من داني. حتى الهواتف عندنا مشغوله ما تحصل الا الهاتف المجاني. عم الفرح تثريث واللي حوله كلك حطان تهم هذا الشاني. عم الفرح تثريث واللي حوله كلك حطان يهم هذا الشاني. فاهلا بكم في الدير المهوله درى شبه منطقه كحلاني. حياكم الله والبلد مهوله درى شبه منطقه كحطاني. درى شبه منطقه كحلاني. زياره الغلبه ما هي مجهوله ما ينتهي الغلبه وهي انساني. زيارة الغربة ما هي مجهولة ما يجهل الغربة أي إنساني. كما إلى بين العرب مقبولة كما إلى الغربة لها مكاني. اسمع قلبي يحتمون قولة كل تمنى أنه من السبعاني. أخبارهم بين العرب منقولة. اسمع قومي يحتمون القولة كل تمنى أنه من السبعاني. أخبارهم بين العرب منقولة تبخر بها الشيبان والشباني. تاريخهم معروف عند الدولة من عصر معز إلى الملك سلماني. تاريخهم معروف عند الدولة من عصر معز إلى الملك سلماني. من عاد أبو تركي عند خيوله كانوا مع الهنا قتل عجلاني. خيالهم دايبات بين فعوله لا بارك من فوق من تحصاني. وليا ذكر عند الحياة رحوله ديدانهم ترعى الخطر ما تهالي. والشيخ ابن باحث مظاله جوله في نجدة من العرب قيمانه. والشيخ ابن باحث مظاله جوله في نجدة من العرب قيمانه. اللي نوى حربه ودق طموله والله يتوب ويلعن الشيطاني. اللي نوى حربه ودق طموله الشيخ ابن باحث مظاله جوله في نجد يوم ان العرب قيماني. اللي نوى حربه ودق طموله والله ان يتوب ويلعن الشيطاني. والعوهلي شيخ ولا احد يعدوله شيخ كريم وشاعر بطراني. والعوهلي شيخ ولا احد يطوله شيخ كريم وشاعر بطراني. هذا كلامي يا عرب مصحوله ترجمت من فكري ومن وجداني. وارجع وعيدك اسمين الطوله جمع شبه مهده من ملياني. وارجع وعيدك ياسمين الطاولة جمع شبه محزم من ملياني. وارجع وعيدك ياسمين الطاولة جمع شبه محزم من ملياني. ارواحنا وسيوفنا مسلولة خيلت السمرة عمل عدواني. ارواحنا وسيوفنا مسلولة خيلت السمرة عمل عدواني. وميرنا من التوم رعى الطاولة شيخ الشمل من جيش الخلق. وامير ابن التوم رعى الطاولة شيخ الشمل من ورث الجداني. وانجى النهار اللي شيبها يغمد على اليدين هم مغلولة اسوى من اقصى الناس ولا الداني. وانجى النهار اللي شيبها ولا قال الجمل تنعلنا وكلاني.
وان جه النهار اللي يشيب هوله قال الجمل درع لنا وكناني وشونه ممدح ربعنا وشوله سبعة مدود كلهم شجعاني ثم الجحاد سعد منهم حوله لجاء نهار اللي ضربك دخاني ثم الجحاد سعد منهم حوله لا جاء نهار اللي الرمك دخاني عدوهم لا شافهم صفوله خطر من الروعة يجيه جناني قحطان أهالكلمة وهالبطولة تاريخ من ماضي زماني حسن بن ثابت سمعت وقوله شاعر رسول الله مدح قحطاني حسن بن ثابت سمعت وقوله شاعر رسول الله مدح قحطاني وكل القبائل كاسبين الطولة كل على حقه ودون العاني واختامها صلوا على رسوله على الرسول الهادي العدران بسلامتكم. صح لسانك واعتلى شانك وبيض الله وجهك ودم الله حالك. حضورنا الكريم اما الان مع قصيده ترحيبيه للشاعر راشد بن محمد الشبوي فليتفضل. يلقيها بالنيابه عنه ابنه متعب ابن راشد بن محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لان القصيده جديده وانا والله ما غايب القصيده الجديده. ولكن بقيها بالنيابه ولدك سدنا فيك ولدك سدنا فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. ارحبوا ارحبوا. يا مرحبا. بسم الله. يقول يا مرحبا ترحيب وافي ومعناه معناه تقدير الرجال القرومي واهلا هلا وعداد مزن النثر ماه وعداد ما تحت السمام النجومي نثنيه للغلب الرجال المسماه على جميع سبيع عما عمومي واللي لفانا مرحبا به حياه معزز ومقدر ومحشومي نثني له الماجوب ونحاول ارضاه حسب عوايدنا وحسب السلومي كل الخلق اسمه ويرضى بما جاه قليل ولا اخذ من القسم كومي وسبيع والله حايشينه نقصاه قوم اللي عده والقوم قومي قبيلة الحرابها ما تداراه ومسلط اندفاعها والهجومي وحنا قحاطين نهارا ثاراه حرابنا ما هو بيهناه نومي وحنا هل السمره للوجه والجاه على الكرامه ما نبيعوا نسومي بقيادة ابو ثامر لا عدمناه ما والله لنا غير ذا التومتومي بقيادة أبو ثامر لا عدمناه ما والله لنا غير ذا التومتومي القافلة وإنه ما طول ختمناه هذا سلامتكم وهذه علومي. سلام عليكم. صح لسانك وبيض الله وجهك ويستاهل الشيخ عبد الرحمن بن هادي التوم. حضورنا الكريم أما الآن مع قصيدة ترحيبية للشاعر محمد بن فرحان الشبوي فليتفضل. هلا فيه. السلام عليكم ورحمه الله. ارحبوا ومرحبا ومسهلا يا ريفان. يقول يا الله باسمك مبتدا القافي الله. يا الله دل رضاه نسعى ملبين. انت الكريم اللي علينا عطاياه ولك الثناء والحمد في العسر واللين. تكتب لنا يا الله خير طلبناه أخير من نطلب ولا غير كمعين اتدلني في موقف العز والجاه وتجعلني يمنه للصلاح وعلى الدين من عقبها وعداد نو النذر ماه وعداد من زار الحرم والمصلين وعد الربيع وعد نبته ومرعاه وعداد من تبدي له الشمس وتبين يا مرحبا وسبيع ضيفان وغلاه يا مرحبا بسبيع تثنى ملايين يا مرحبا وسبيع ضيفان وغلاه يا مرحبا بسبيع تثنى ملايين أهل الفعول الوافية والمسمى لا ذكرت الغلبة تهز الميادين رؤوس لهم في ساحة العز مجا سقم الحريب اليان وفعل هالشيل
تاريخهم يشهد ولا حي يخفى، وافعالهم وقت الجهل تعجب العين. قلب المرأة تعها وساع وترعاه، للطام تلعاين صعوط المجانين. ذكر السبيعي ما لقينا له اشباه، له فزعة من هولها تقضي الدين. وان كان هذا الفعل الاول قريناه، والعز يبقى للرجال العزيزين. وبالمختصر ما به طروق مخلاه مثل طروق سبيع ظل الموالين. واثني تراحيبي عدد ما ذكرناه، باسم الشبوه واسم كل القحاطين. باللي حضر في حفلنا قول حياه، على الشحم والبن والعود الثمين. باللي حضر في حفلنا قول حياه، على الشحم والبن والعود الثمين. واختام هاي الله يا الله يا الله، تعز سلمان الملك حامي الدين، وتذل من يطمع بلدنا ويبغاه، وترعى جنود عن بلدنا محامين. وسلامتكم جميعا. سلمت وصح لسانك واعتلى شانك. اما الان مع قصيده تثريبيه للشاعر مبارك ابن هادي ابن كويع المشعري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسيتوا بالخير جميعا، بيض الله وجيهكم يا صبيان اللي حادث على العلم الطيب. وقبل قصيده فيها بيتين، اقول يا التوم والله والنعم، يا التوم والله ونعم، يا التوم يا التوم، شيخا ولد شيخا وقايد مشايخ. يا التوم يا التوم والله ونعم، يا التوم يا التوم، شيخا ولد شيخا وقايد مشايخ. شيخ شبوة وشبوة عمل قوم، واللي ما هو مثل ضعيف وبايخ. راسلني قبل شوي الشيخ محير بن زبار المكحلي السبيعي يبلغكم سلامه. بسم الله الرحمن رب السماوات، خير البداية في جميع البدايات. أنت انصر الأحوال في كل الأحوال، وانت انصر الإسلام ساس الديانات. ويبقى لنا سلمان حاكم بلدنا، ويجعل ابو فهدنا سليم ما مات. الحاكم العادل رعى الوجه والجاه، اللي مواقيفه جمايل وطارات. وانت انصر الجيش السعودي بنصرك، اللي على الحوثي يشن الهجمات. ولا بابغى سلمان شعبه بحاضر الدق صعده، واللي ما في سواه عار. ولما بغى سلمان شعبه بحاضر الدق صعده، واللي ما في سواعات. الشعب واحد حنز حول وقبايل، شجعانه في يوم اللي قاوا الشجاعات. واللي ما يحمي دولته وبلاده، يجعل في وجهه تبين العلامات. لبيك يا الحد الجنوبيه، فديناك قحطة من دونك اشوف انصقيلات. لبيك يا الحد الجنوبيه، فديناك احطان دونك بالسيوف الصقيلات. هذا ولانا والولاء نفتخر به من ساس، حنا اهل الولاء والمقامات. وبعدها يا هاجس الشعر حضر، بيني وبينك عهد بيت مقالات. شوارد تطلب بعد من سمعها، باللول والمرجانه فيها بصامات. والشعر مثل المهره اللي اصيله، عسفتها ثم استوت لي على الذات. مضمارها فكري بلي حواجز مدلعه، بالشعر بلا ضغوطات. متخرجه من مدرسه فكر شاعر، ما هي تنقل بين كل الادارات. وان كان ما شعري يجمع ربوعي، عدوني الفنجان للجزيلات. وان كان ما شعري يجمع ربوعي، عدوني الفنجالة يا اهل الجزالات. الله يجمني علشان قحطان في بداية الرحلة لحد النهايات. وبعدها
وبعدها عند الشيوخ المسمين حمايه البله يوم وقت الغزوات شبوي كله ما رقصكم الشيطان تقطع العقله ما في رحمه شبوي إلا ما رقص كله شيطان تقطع على العدوان ما فيه رحمة الشبوي 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 إلى صار قد حلف التالي يرسي مثل مرسى جبال السروات لا معتزوا في ساعة الحرب والشير عاداتهم ما يقبلون الهزيلات لكن خيال اسمع للشبوي يصيل في ضرب القياس يعطي اهتزازات لكن خيال السمع الشبوي يصير لارض القاسيات استاهل استاهل لكن خيال السمع الشبوي يصير لارض القاسيات اهتزازات ويا مرحبا ترحيب في وجه ترحيب ترحيب يبقى له سنيننا طويلات ويا مرحبا والعود الازرق بدايه ترحيب طبع ومقامنا وعادات ويا مرحبا ترحيب غاليه بغالي لما اخذ عنها شهور وسنوات ويا مرحبا ونشهد الليله العيد العيد في شوف القصور الظليلات ويا مرحبا والقلب للضيف طربان نطلب لجان الضيف في كل حزه حنا نرحب قد ايامه وليال نرضم مجي اهل الكرم الكرم والمروات باسم الشب وخص واسم الجحادر واسمك حضر مرحبا بياك وميال باسم الشب وخص واسم الجحادر واسمك حطان مرحبا ميات وميات بسبيع والله ونعم يا سبيع يا سويع يلي لكم بين القبائل المكانات بسبيع والله ونعم يا سبيع يلي لكم بين القبائل مكانات شيوخكم يا سبيع شيخه على اساس الكل منهم الجدوده وقعاد وانتو تراكم يا سبيع الغلبه الكل منكم ما يحس بالخساره وترى السبيعي والوفاعات كله ما يعشق الا وقفتنا وانتصارات افعالكم تفخر بها كل الاجيال افعالكم يا اهل الجمايل قليلات ترى السبيعي حاتم في زمانه كريم سبلا في عصورنا قديمات وترى السبيعي والنعم عنده جاره ومفرد هو المهادي قدوات هذا قديم وكلنا خابرينه لكن بعطيكم علومنا جديدات في العاصمه فعلنا شهير ومعروف توه جديد واسمعوا في العبارات فهد ولد فراد يدهم السبيعي اعتق يصير ايام جات المنبر في العاصمه فعلا شهير ومعروف توه جديد واسمعوا في العبارات فهد ولد فراد يدهم السبيعي اعتق يصيره يوم جات المصيبات حضر على سلمان حضر على سلمان ثم قال كلمه اطلق تصير يا زبون الوليات في العاصمة فعلا شهير ومعروف توه جديد واسمعوا في العبارات فهد ولد فراد يدهم السبيعي اعتد قصيره يوم جات المصيبات حضر على سلمان ثم قال كلمة اطلق قصيري يا زبون الوليات البيض ترفع له ودي عادت لكم كسب الجمايل كل ما رحت وجات انتو على كسب المراجل تراكم قدوة لكل اهل السيوف الرهيبات كم خايف ان جاكم وين قلماني دونه توقفه بالفعل والجدارات ولا صيح الصايح نهار المصيبه السبيع درع ما يجيه انقسامات ولا صيح الصايح نهار المصيبه السبيع درع ما يجيه انقسامات كم طامع فيكم ويرجع خاسر وقفاتكم من ساس بالفعل بثبات يا لادمي يا لادمي لا ضاقت يمكن وسيعه انص الرجال اللي بعاد لها قوات اسمع واستمع عن عز والاخوه اللي لهم من عز صاله وجالات هالمجلس مفتوح والقلب قبله هذه تراها بسيطه وشراه لو للمراجل والجمايل وكاله انا اشهد
انكم ماخذين الوكالات في دانكم ترد على كل ميلاد من فعلكم ما تقبلها العصابات. لولا المرادي والجبايل وكاله نشهد انكم ماخذين الوكالات في دانكم ترد على كل ميلاد من فعلهم ما تقبلها العصابات عقاب. لكن في نهار المصامخ تعود ايام العناء والمشقات كم شيخ قوم ناوي لهم ابغاره ويرجع كسير الصف من دون جلد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تجدون على الكرام بمالهم وحنا بمال الكرام نجوده. البشت ذا جاري من حطاني بيض الله وجهه ويستاهل الشاعر يزهر وعلي بالطلاق ما يجري شيء غيره. كم شيخ قوم ناوي لها بغاره ويرجع كصيف الصف من دون جادات. هذا هم السبعان فعلا من الدود لما اعتزوا خطر يصير انهيارات. اما الحرم فصل الحرم شيء عادي الضيف يلقى الطيب ما فيه خلاف. واكبر واكبر دليل اليوم جينا برديه عند الرجال اللي تحل الصعوبات كل اللي يرحب من شباب وشايب والعود في الفنجان والعود والفنجان في كل الاوقات. الطيب عندي سمع ما هو بينقاص في ذمتي ما له حدود ومقاسات. هذا كلام الحق لا بد ينقال ماني بقول الحق فيها اعتقادات. وسبيع مهما قلت والله مقصر والكلام لله في جميع البيانات. سبيع تلقاهم على كل الاحوال في رديه ونجد العمى كل شمال. اللي ما هم مثل الرجال المطاريخ يجلس ولا يبني بهرجه عماره. وترى الزياره بيننا واجب وطيب لنح الاخوان اخوانا ما فيه عذرات. تذليل كحلان كحلان دار العزه لليل فافراح وفي شوفكم يا سبيع لليل فرحان. شيوخنا 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 عنا ترحب ترحب وجموعنا ترفع جزيل الشعارات. ترحيبنا من ساس ما هو بذا الحين عاد المعيشه يا اللي شامه قليلات. وحلمك حطانا بعالنا ترفع الراس اقرا عن التاريخ عبر السجلات. ساس العرب حنا ونظراتنا فوق بالسيف ما هي ضحكتين وابتسامات. وكل القبائل والنعم كل الاحشان ما نقص حدود الجبال المنيفات. يا سبيع لحظه بلا يا سبيع لحظه باقي بيت واحد يقول هب لك وع قبل النهايات. لو الشعر لو الشعر ما في ما هو فيكم تريح لانكم لكنكم رؤوس تهز المحيطات. وصلاة ربي عندما غرد الطير على نبي خاتم للإنسان. سلام عليكم. صح لسانك صح لسانك يا أبو هادي صح لسانك وتوافيني يا جحادر والله أنكم وافين وبيض الله وجهك. سرت سرت عانى يا مشعل الله يسري عليك. صح لسانك يا أبو هادي وبيض الله وجهك ودمر الله خالك. حضورنا الكريم أما الآن مع قصيدة للشاعر زامل الحميدي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميع. نشكر الشيخ وقبيلته على حسن الاستقبال والحفاوة الغير مستغربة منهم. الحقيقة القصيد تعبير عن الشعور ولا يفي بما في الصدور اللي تكن لكم أو المزايا اللي كتب الله سبحانه وتعالى أن يوزعها بين القبائل كل من قبيلة وكل من دار. وجمعنا تحت هذا اللواء والمظلة مظلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه. أرى الشاعر إنه للقبيلة وزير إعلام. أرى الشاعر إنه للقبيلة وزير إعلام يحاول يجمل موقفه قدر الإمكان لكن الفعل يكفي على الاسم والأرقام. لو الثانية الأول والأول وراء الثانية وأنا فعل ربعي محسمي حطني قدام هذا فعلهم وأنا أشرح الفعل بلساني. وانا فعل ربعي محزم يحطني قدام هذا فعلهم وانا اشرح الفعل
بلساني سلامي سلام يوم ينشر كمال اعلام يصافه يديكم يا طويلين الايمان يتردع وهلي من كرام العرب الكرام يركز لها الريحانه في راسه ما باني نوجه لها ونبدل المشي بالدرهام شهر كل ساعه نحسب ان الوعد حالي نوجه لها ونبدل المشي بالدرهام شهر نحسب ان شهر كل ساعه نحسب ان الوعد حاني وليال شبوه يا المطانيخ يا الاهرام قبور الضيوف ومزبل المبني الجاني ازحولا ازحولا وليال شبوه يا المطانيخ يا الاهرام قبور الضيوف ومزبل المبني الجاني ازحولا معرفتكم وقار وفخر وسام نصر العرب قحطانه لسيفه واعلاني لو انهم يبون يحررون اليمن والشام كفى لو انهم يبون يحررون اليمن والشام كفى من عيال العود 20 قحطاني عليكم سوء يا شبوه يا المطانيخ يا الاهرام قبور الضيوف ومزبل المبني الجاني زحولا معرفتكم وقار وفخر وسام من اصل العرب قحطان اهل سيف وعناني لو انهم يبون يحرون اليمن والشام كفى من عيال العود 20 قحطاني يقود المسيره شيخنا البارع المقدام بن باحص اسمنا يكفي الكون من داني يقود المسيره يقود المسيره شيخنا البارع المقدام ابن باحص اسمن يكفي الكون من داني ان العزوه اللي قسمه وخيرته الاجسام هذولا بني سواد من صلبه جداني فحر قبل الاسلام ولا بعد الاسلام شجاعه كرم حاشا والطين مجاني فخر قبل الاسلام ولا بعد الاسلام شجاعه كرم ما حاشا والمدح مجاني من سبيل ربعي فزعة الدين والحكام هذا الوقت علي الطلاق ما اخذ يرعوه لي لا منك ولا من غيرك علي الطلاق ما يجي بضر لا منك ولا من غيرك انتو مهزمي وانتو بشتي وانتو تاج راسي كفو 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 من العزوه اللي قسمه بخير ثلاث ساب هذاوا بني سواد من صلب جداني فخرنا قبل الاسلام ولا بعد الاسلام شجاعه كرم ما حاشا والمدح مجاني من سبيع ربعي فزعة الدين والحكام هذا الوقت ولا من قديماتها لزماني من سبيع ربعي فزعة الدين والحكام هذا الوقت ولا من قديماتها لزماني في الاسلام بيت الضيف وغاثة الايتام من سبيع ربعي فزعة الدين والحكام هذا الوقت ولا من قديمات الازماني هذا الوقت بيت الضيف وفي الاسلام بيت الضيف وغاث الايتام لكن فجاه ما نعرف حقوق الانساني هذا الوقت في الاسلام بيت الضيف وغاث الايتام لكن فجاه ما نعرف حقوق الانساني تقدمت ربعي حيثهم فاللزوم احزام ما هو طيب فيه مين بخدمة شيباني لوقت القصيدة تبعد ثلاث عوام بجدك حطان وربعي سبيع من داني وسلامتكم جميعا راح نشارك صح نشارك وبيض الله وجهك صح لسانك يا زامل بيض الله وجهك يا ابو سلطان واصل جميلك والله لا يزيدك ويستاهل زامل ويستاهل الشيخ حضورنا الكريم أما الآن مع شيلة ترحيبية للشاعر خالد ابن محمد ابن عثمان المشعري.